الاقتصاد الخارجي. مشاهدينا الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من 5 في 5. معنا اليوم أمام الكمبيوتر الفنانة كريمة مختار. عطيات محمد البدري، مواليد 16 يوليو القاهرة، دبلوم عالي فنون مسرحية، زوجة الفنان نور الدمرداش. بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا مدام كريمة. هنطلب من حضرتك 5 أسئلة فخمس اجابات وبيننا الكمبيوتر. يا ترى جاهزة؟ احاول. نبتدي برقم في حياتك. 25 هو عيد ميلاد اول ابنائها. ده عيد ميلاد ابني، اول ابن ليا. طيب نقول عنده كم سنة؟ شريف الدمرداش عنده 29 سنة. نور الدمرداش كمخرج وكمعلم فاد ناس كتير جدا بنسبة 5 من 5. يا ترى أفاد الفنانة كريمة مختار كم من 5؟ 3 من 5. لا تقولي أهلا ولا إزايك. أنا ليا كلام كتير معاك قوي يا أبو العيلة، بس لما تيجي. ها؟ هو انت بتتكلم من عند حضرة الناظر؟ سلم لي عليه. اسمع، كلنا مستنيينك بسرعة، اوعى تتأخر. مع ألف سلامة. مدام كريمة، قدام حضرتك على الكمبيوتر دلوقتي 4 أرقام، وياريت تختاري لنا رقم واحد منهم. اختار الأولاني. مدام كريمة، حضرتك عارفة الرقم اللي اخترتيه ده ايه؟ 48,205,000، التعداد الرسمي عام 1986. الإحصائية دي بتقول إن عدد سكان مصر 48,205,000 نسمة، وطبعا الرقم ده زاد وتخطى 50 مليون حاليا. يا ترى تعليقك إيه؟ أقول الله يكون في عون مصر، يعني ناسها لازم يحسوا أكتر بإن كل ما نبقى قادرين على أولادنا وقادرين إن إحنا نوفر لهم حياة أريح، وده طبعاً ما يجيش إلا بإن إحنا ما نجيبش أولاد باستمرار من غير ما نفكر كده. فكل الواحد يبقى عنده أولاد يقدر يرعيهم ويقدر يعلمهم كويس، يوديهم يطعموا في مواعيدهم، يطلع ناس يعني مبنيين بناء سليم. ده كله اللي هيكون لفائدة مصر، ومش هنوصل للأعداد الرهيبة اللي احنا وصلنا لها دي. مدام كريمة، حضرتك عملتي أدوار الأم على الشاشة 5 من 5. يا ترى في البيت كام من 5؟ 3 من 5. 4 من 5. التوقيع شريف ومعتز الدمرداش. اللي ياخد رأي الناس يا ابني ما يتوهش، يمكن يدلوه على الطريق المظبوط. لا يا ماما، ومعاك انت بالذات بقى. لا معايا انا بالذات ليه بقى؟ ده امك يا سامح، انا اللي بحبك وبخاف عليك. ده انا ماليش في الدنيا غيرك. من امتى بقى شرط عليك بحاجة ضرتك؟ معلش انا غلطانة برضو، وانت دلوقتي خلاص كبرت، بقيت راجل مسؤول عن نفسك، استغنيت عن امك.
التلفزيون ساعد كريمة مختار على الانتشار، لكن بدون الإذاعة وبابا شارو كانت تبقى مين؟ كانت تبقى موظفة، طبيبة، أي مهنة غير التمثيل. بزيادة بقى يا أبو حسين، سيبني شوية. ألف مبروك يا حبيبي. أبدا تعالي يا عبدو. سلم علي، سلم علي لما تمنوا، سلم علي ولدي يا ولدي، سلم علي. عجيبة، انت شيلي بنفسك شاكوش أدوم، شيل بنفس الطين فوق نفوخي، شيل بنفس الوح اللي فوق دماغي. المهم غيري ما يعتبش هنا. يلا بقى حلو بقى، فضل يلا قوم، يلا يلا تهوي، يلا يا حبيبتي يلا. رحت وفين؟ زي ما انت عايزه، بس تهوي يلا. قومي 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 عشان انا اشوف شغل. يمنع ايه ابدو اذا كان انا موجودة؟ يا ستي يمنع كتير قوي، طوب دبش عفار ينزل من بين الحيطان يجيب لك العمى في نواطرك. مفيش ضرر ابدو، مفيش. يا ستي دي حضان قديمة بقالها 300 سنة، تنزل لك من بين الشقوق عربة تلوشك، تعبان لها في أجلك. أمان يا ربي، أنا أقعد معاكي علشان تبان إلها في أجلنا إحنا الاتنين. صفا صفا، لا هيسيبني أنا لوحدك أنت. لا صفا أبدا، والنبي هيوافق أنت لوحدك. لا والله صفا صفا، أنا برضو هيسيبني. لا أنا رفاعي. أنا نحوي. سيبيني هنا، سيبيني شكلك. يلا يلا لا يلا يا شاطر، يلا يا حلوة، حلوة يا جميلة، يلا يا أختي يلا. أبدا. إيه تاني؟ أودي على الكنبة هنا أبدا، وأسيب الشغل اللي في إيدي. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة إليكم السؤال الأخير. كريمة مختار من أبرز أمهات السينما المصرية، فمن هي أشهر أم راحلة في السينما المصرية؟ فردوس محمد ولا ماري منيب؟ في كل يوم سؤال جديد، هنقدم أسئلة كتير، مش مطلوب منك إجابة غير بس على 30، واكتب حلولك على بطاقة 5 في 5، وفي نهاية الحلقات نبعت جوابات على إدارة المنوعات. أيوة، وما ننساش القناة التانية، التلفزيون المصري القاهرة. والحد امتى؟ لغاية 30/8/88. مع تمنيتنا بحظ سعيد.